هلا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. فيديو اليوم بعد التجربة الفاشلة اللي سويتها بصبغ شعري، وجدتها صبغة وردي كان يطلع لي برتقالي خوخي. برتقالي برتقالي واعي برتقالي. ففيديو اليوم حصبغ صدق وردي، وان شاء الله يطلع وردي. يعني انا جبت اليوم هذا الصبغ، اوكي، هذا من لوريال. هم انباع ما لقيت الاصباغ اللي تدوم طويلا. الصبغ هذا اللي اخذته هم يمكن كم غسله هم يطلع من الشعر، يعني احتمال، بس اقدر يعني ارجع اصبغه مره ثانيه لان ما بي مواد كيميائيه مضره للشعر. فهذا المره جبته غير ماركه ولون اطوخ. هذا النوع ينحط للشعر الغامق، فراح اشوف. ويقول اذا طبقتوه على شعر لون اشقر مثل هذا يكون مات الفعالية اكثر اكبر، فاهمين شلون؟ فراح اجرب ونشوف، يعني بلكي يطلع الوردي اللي ببالي بعد، لانه بجت كلش ضجت اني بنفسي. كان مدة طويلة انه اصبغ شعري وردي، وكنت ناوية كل اسوي وردي، بس طبعا ما اقدر اسوي هالشي بالبيت، لازم صالونات، بس ما اريد اروح صالون هذا الوقت بسبب كورونا، فراح اسويه بالبيت، بس ما حقدر اسوي بس خصال قليله، اوكي. فلما ما طلع لي الوردي اللي انا اريده كلش انقهرت، والاشقر هذا ضوجني. شوفوا اصلا اللون البرتقالي اللي سويته انا قبل نزل، فبغسلتين ثلاثه كان ينزل اللون، ماكو برتقالي بعد، رجع اشقر لون الجسمه البليتش اللي سويته بالبدايه، هذا لونه رجع. اليوم راح اجرب هذا، شوفوا ما بي فد شيء ينضاف إليه مثل هذني الأكسجين والأشياء اللي تنضاف فيها الصبغ، ما موجودة بي، بس هذه العصارة، أوكي. وما مكتوب إنه ما بي مواد كيميائية بعد، ما أدري. منطيني هنا أنا من ويا غلافز، أوكي، حتى لين لبس الدنيا. صدق أظافري صبغتها أسود، أحس اللون الأسود كلش حلو طلع على الأظافر القصيرة. يلا فوكس. الأظافر اللي مو كلش طويلة كل حلو، يعني لو كانت هسه أظافري شوية أطول كان صارت مثل الشيطانية شيء مدبول، أوكي. راح أقرأ التعليمات، مكتوب إنه يبقى شقد 20 دقيقة، وإذا تردوه لون أقوى تقدرون تبقون 30 دقيقة، وحطوا غلافز من أنتوا تشتغلون بالصبغ، أوكي يا جماعة. تمام، عرفنا كل شيء، عرفنا شلون الطريقة. راح اطلع الخصل، هاي الصفرة مالتي اطلعها من مكانها. هي اذا تاخذ وياها خصل غامقة، بس شو اسوي يعني ما اقدر افصلهم عنها. اتس اوكي، مو مشكلة. اوكي، راح الم باقي شعري اشيله بال، راح اخذ خصل ناعمة ناعمة وبعدين أصبغها، وأخذ بعدين من فوق أكثر، فاهمين شلون؟ يعني أخذ ناعم ناعم بعدين أصبغها. راح ألبس جفوف. أنتوا شو تقولون، هذا الأشقر حلو لو الأصفر؟ قصدي شو تقولون أنتوا، الأشقر هاي كم حلو؟ أربعة. تقولون اللون الطوخ مثلا الوردي أحلى لو هذا اللون الأشقر؟ أني أشوف هذا اللون الأشقر حلو، بس مو دائما يطلع حلو. مرات أريد أسوي تسريحات أحبها، بس ما حلوة تطلع بالشعر الأشقر، بس إذا وردي يعني يكون قريب على اللون الشعري فيكون أحلى. بس أني اللي هامني شلون الكاميرا، بقى بالكاميرا لو بالمراية، اوكي. هسا احسن قعدت على الكرسي. جاهزين يا جماعة؟ ديام، او ماي جاد، هذا اللون كلش قوي. ديام بنفسجي، هذا مو وردي. شنو اللون هذا؟ ريحته مو ريحة صبغ، ريحة غير شي، ريحة شي كيوت، ريحة كاندي. اوكي،
ليش العصارة نص هوا؟ قشمرون علينا؟ نفسي اللي كان ببالي وردي وردي، بس هذا طلع لي بنفسجي يعني على احمر، يعني حتى ما شبه الوردي. هو بالباكيت كان شويه عبالي يطلع الافتح لانه انا شعري اشقر، حتى هي خصطات شقره بس طلع اللون كلش غامق. اتس اوكي كيوت صح؟ احس لاق لي اكثر من الاشقر. احس انتو شو تقولون؟ تحسون الأشقر كان أحلى لو هذا أحلى؟ أنا أحس هذا أحلى لأن الأشقر ما كان لايق ملامح وجهي، هيك أحس. أوكي اكتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم، نمشي نشوف ردة فعل ماما وأختي قاعدين بالصالة يبعون فيلم، نشوف ردة فعلهم. أوكي درقن درقن درقن. برغندي. واو حلو حلو صدق؟ ما طلع وردي مثل ما انا اريد.
بس يفتح بس يفتح هو بس يعني لونه طوخ هو بس احس لاق لي الطوخ اكثر من الالوان الفاتحه طبعا مو يعني ما كان الاشقر كلش لايق الوجه احلى يدان الممرات هو الوان غصب على غصب يفتح. إيه إيه سيفتح. مو هذا أصلاً مؤقت. مو في صبغة إيش اسمه قوية. فراح هو بأسبوعين وينزل اللون. وبقى عندي بالعصارة يعني إذا نزل اللون أقدر أصبغه مرة ثانية. أشوف على شيء. هو شلون شعري؟ حلو صدق؟ يا هو كان أحلى. الأشقر له هذا. هذا حلو هذا احلى من ذاك بس هذاك هم حلو احس هذا لاقلي اكثر اوكي يا جماعه هذا كل كان الفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم استمتعتوا تشوفوه واكتبوا لي التعليقات شنو رايكم بشعري يعني لاقت لي الصبغه او لا وقبل كان شعري كله بهذا اللون احلى البني الاغامق لو هسه احلى يعني شو تقولون يعني انا احب التغيير احب شو اسمه انه اصبغ شعري بس شوفوا كنت من زمان كلش اريد اصبغ شعري كلش من زمان بس بالمدرسه كان ممنوع اوكي فالسنه الجايه صار كل شيء مسموح لان احنا سنه اخيره اوكي فصار مسموح انه يعني ما راح اقلق انه اذا شعري صبغه او اذا اكو عندي بيرسينج فهمتوا يعني طلاب السنه الاخيره ما يتحاسبون فبما انه اخر سنه ما اعرف شنو تعرفون يعني على اساس كبار فاذا نزل هذا اللون بعد كم غسله همين راح اصبغه من جديد انتظروا الفيديو اشتركوا بالقناه اذا بعدكم ما مشتركين واذا اول مره تشوفوا لي فيديو على قناتي اشتركوا بالقناه حتى تشوفون كل شيء جديد فعلوا زر التنبيهات حتى يوصلكم اشعار كل شيء انزله على القناه وتابعوا حسابي على انستغرام وتويتر بانستغرام هناك تشوفون كل شيء خلف الكواليس هناك استخدم انستغرام مثل سناب شات فتقدرون تروحون تتابعوني على انستغرام تشوفون شنو انشر هاي بتويتر هناك نسولف لان هناك دائما انشر شغلات واجاوب المتابعين فتقدرون تتابعوني على تويتر هم اللي عنده تويتر وبس احبكم كلش 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 هوايه اشوفكم بالفيديو الجاي باي باي.